بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو اليوم سيخص الطلبة والطالبات المقبلون والمقبلات على مباراة التعليم القادمة إن شاء الله. إذن الفيديو بعنوان التحضير الجيد لمباراة التعليم فوج 2020، نصائح وإرشادات مهمة، دائما على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذن أولا قبل ما ندخلوا في النصائح والإرشادات وكذلك كيفاش نراجع مزيان للمباراة، لابد من أنني ننصحكم نصيحة لوجه الله، هو أنه مجال التعليم هو مجال ليس من أجل المال وليس من أجل الغنى، بل مجال من أجل التعب وحب المهنة والإرادة في العطاء خدمة أبناء وبنات الوطن، وذلك من خلال حب المهنة والإرادة في العطاء لكي تكون مثالا يحتذى به من طرف تلامذتك إن شاء الله. إذن حب المهنة هو أساسي جدا في مهنة التعليم، يعني أنك خصكم كتبغي المهنة ديالك، تبغي أنك تمشي المدرسة، أنك تعطي للتلاميذ كل ما في وسعك باش يكونوا مزيان ويكونوا أفضل إن شاء الله في المستقبل. إذا ندخلوا في الأساسي في المواد التي سأختبر فيها. إذا بالنسبة للتعليم الابتدائي، هذو هما المواد اللي غادي تختبر فيهم يوم الامتحان. أولا كاين العلوم والرياضيات ساعة ونصف، المعامل اثنان، كاين اللغة العربية هي ساعة ونصف، كذلك معامل اثنان، كاين مستجدات نظام التربية والتكوين ساعة ونصف، المعامل اثنان، وكاين اللغة الفرنسية ساعة ونصف، المعامل اثنان. إذا هنا بالنسبة للتعليم الابتدائي وكذلك بالنسبة للتعليم الثانوي كيدوز الامتحان الكتابي في يوم واحد، يعني هاد المواد كاملين كندوزوهم في نهار واحد. إذا لاحظوا كاين العلوم والرياضيات، كاين اللغة العربية، كاين مستجدات نظام التربية والتكوين، وكاين اللغة الفرنسية. هذه بالنسبة للتعليم الابتدائي التخصص المزدوج، يعني عربية فرنسي. كاين بالنسبة لتخصص الأمازيغية، يعني الطلبة والطالبات اللي بغاو يوليو أساتذة ديال الأمازيغية، كاين اللغة الأمازيغية وكاين مستجدات نظام التربية والتكوين. 3 ساعات للغة الأمازيغية وساعة ونصف لمستجدات نظام التربية والتكوين. الآن بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكة، يعني السلك الإعدادي والثانوي، هنا عندنا بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكة جميع التخصصات، يعني جميع التخصصات الاجتماعيات، مادة علوم حيث الأرض، الفيزياء، الرياضيات إلى غير ذلك. هنا عندنا مادة التخصص وديداكتيك مادة التخصص، ومدة الإنجاز هي 3 ديال الساعات، والمعامل هو 3، وعندنا مستجدات نظام التربية والتكوين 3 ديال الساعات حتى هو، وفيه المعامل 3. إذا بالنسبة لمادة التخصص كدوز مادة التخصص، يعني معارف مادة التخصص، وكذلك ديداكتيك مادة التخصص، يعني كل ما يتعلق بالتخطيط التقويم والتدبير حصص مادة التخصص. إذا التحضير الجيد لمباراة التعليم السلك الابتدائي يعتمد على مدى 3 ديال الحوايج. أول حاجة تنظيم محكم لكل المعارف والدروس من حيث الشكل، يعني الكم والكيف، يعني ما نبقاش غير سايح في الدروس وفي المستجدات ولا هذا، يجب أن أحصر المعارف في مجموعة من الدروس والمراجع، وكذلك نعرف شنو كنراجع. النقطة الثانية هو تنظيم الوقت وإعطاء لكل مادة التوقيت ديالها الكافي، يعني ماشي نقول أنا مثلا مادة الرياضيات هي مادة مثلا سهلة ولا ثانوية ولا هذا، نعطي كل مادة على حدة الوقت ديالها الكافي، لأنها هي اللي ممكن تكون حاسمة في النجاح ديالي. النقطة الثالثة هي عدم التفكير في عدد المناصب المتبارة عليها أو مكان اجتياز المباراة. إذا هنا هذه النقطة مهمة جدا، هو أنه مجموعة من المترشح والمترشحات قبل ما يجتازوا المباراة أول حاجة كيفكروا فيها، وأنه مثلا في إقليم معين طالبين مثلا واحد العدد مثلا 200، وكيقول لك حسب الإشاعات مثلا دافعين 12,000 مثلا ولا 10,000 لذاك 200. أنت أول حاجة ما تفكرش في عدد المناصب،
وثانيا ما تفكرش فين غتجتاز داك المباراة، فكر دائما في التحضير لهذه المباراة، أنني نكون واجد يوم المباراة، ماشي أنني نفكر في عدد المناصب. هنا طالبين غير 200 ودافعين 12 ألف ولا 10 آلاف، يعني فين أنا غيجيني الدور ديالي من هاد 10 آلاف؟ راه بالتيسير ديال الله سبحانه وتعالى تقدر أنت تكون من داك 200 من ضمن 10 آلاف. هاد 200 من ضمن 10 آلاف فقط رقم تقديري، يعني كمثال وصافي. إذا هنايا سيرورة التحضير للمباراة، هنا عندنا المعارف والدروس، وهنا عندنا الديداكتيك. إذا بالنسبة للتعليم الابتدائي دائما قلنا كاينين 4 ديال المواد كندوزو فيهم، 3 اللغة العربية، اللغة الفرنسية، والعلوم والرياضيات، وأخيرا كاين مستجدات نظام التربية والتكوين. هاد 3 ديال المواد ماشي كنهضرو غير على المعارف فقط، كنهضرو على المعارف وكذلك كنهضرو على ديداكتيك المواد. مثلا اللغة العربية، دروس ديال اللغة العربية، منادى، تمييز، الحال إلى غير ذلك، وكذلك ديداكتيك مادة اللغة العربية، يعني التخطيط للمادة اللغة العربية، تدبير حصص مادة اللغة العربية، تقويم مادة اللغة العربية، ثم طرق وأساليب تدريس مادة اللغة العربية. كذلك بالنسبة للغة الفرنسية والعلوم والرياضيات. إذا هنا ملي كنتحدثوا على العلوم والرياضيات كنتحدثوا على مادة الرياضيات، وكذلك على ركن أو قطب العلوم، يعني علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية. وأخيرا مستجدات نظام التربية والتكوين اللي كتضمن علوم التربية ومستجدات التربية والتكوين. علوم التربية كل ما هو نظري، ومستجدات كل ما هو مستجد من حيث إصلاح مجال التربية والتكوين. إذا من أهم المراجع التي يمكن الاعتماد عليها، إذن أولا كاين المعين في التربية للأربي سليماني. إذن هنايا هذا الكتاب ديال المعين في التربية هو كتاب شامل لما هو متعلق بعلوم التربية، من حيث طرق التدريس، من حيث نظريات التعلم، من حيث مجموعة من الأمور. هنا كاين مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي يوليوز 2020، هذا هو اللي غادي يمكنني باش نعرف الديداكتيك ديال كل مادة على حدة، ديداكتيك اللغة العربية، ديداكتيك اللغة الفرنسية، ديداكتيك العلوم والرياضيات، وفق منهج منقح، يعني وفق المستجدات المعمول بها حاليا في المدارس المغربية. يعني مثلا كيفاش كندرسوا مثلا المستويات من الأول إلى الرابع ومن الخامس إلى السادس، حيث مثلا في العام اللي فات كانوا تبدلوا المقررات ديال من الاول حتى الرابع وفق المنهج المنقح، وهذا العام تبدلوا ديال الخامس والسادس، كل من اللغة العربية، الرياضيات إلى غير ذلك. بالنسبة للغة الفرنسية ديال الخامس والسادس كانت تبدلات شتنبر 2017. والنقطة الأخيرة كاين القانون الإطار 51/17 اللي جاب مجموعة من الأمور المنظمة لمجال التربية والتكوين. إذا بالنسبة للامتحان يتضمن المعارف التي تهم السلك الابتدائي وسلك التعليم الإعدادي، بحيث يجب على المترشح أن يقوم بمراجعة شاملة لمواد الامتحان وذلك بامتداداتها المعرفية. إذا هنا في هذه النقطة هو أنه اللي غادي يدوز التعليم الابتدائي خصو يراجع المواد من الابتدائي حتى الإعدادي. مثلا اللغة العربية خصو يراجع دروس ديال السلك الابتدائي وكذلك الامتدادات ديالها للاعداد، مفهوم؟ كذلك بالنسبه للرياضيات، يعني الرياضيات اللي كدوز فيها الامتحان ماشي الرياضيات ديال الخامس والرياضيات ديال الثالث ولا ديال الرابع، راه كدوز امتحان في مواد الرياضيات بالنسبه للسلك الاعدادي. يعني خصهم يعرفوك بانك متمكن من ذاك المعارف باش تكون قادر انك تدرس الرياضيات في التعليم الابتدائي. أما فيما يخص مجال مستجدات نظام التربية والتكوين، أنصحكم باعتماد عدد محدود من المراجع تفاديا لخلق التعاريف والمصطلحات. هو اللي قلت لكم قبيلتي هو أنني اعتمد واحد العدد محدود ديال المراجع. مثلا من ناحية ديال العلوم التربية نعتمد كتاب واحد اللي غنجيب منه داك الشيء اللي غادي نحتاج فقط، ما نمشيش الكتاب هذا وكتاب هذا مرجع هذا ومرجع هذا، ها كيفاش كيشرح هذا كيفاش كيشرح هذا، نو، نعتمد فقط مرجع واحد ونعتمد عليه، وغادي يكون كافي للتحضير الجيد للمباراة من حيث علوم التربية، باش ما نتخلطش من ناحية ديال التعاريف والمصطلحات، لأن كل واحد كيعرف مثلا مصطلح معين بتعريف خاص به. إذا بالنسبة لعلوم التربية والنقط الأساسية التي يجب على المترشح الإلمام بها،
أولا مفاهيم تربوية بيداغوجية، يعني الجهاز المفاهيمي من حيث البيداغوجيات وكل ما يتعلق بالمجال التربوي. إذا هنايا كاين نظريات التعلم، المقاربات البيداغوجية، كاين طرق وأساليب التدريس، تخطيط وتدبير وتقويم التعلمات، هذه النقطة كتأتي في الديداكتيك ديال المواد، مهنة التدريس مبادئها وظائفها وأدوارها، كاين مرجعيات إصلاح نظام التربية والتكوين، مخطط الاستعجالي، الكتاب الأبيض، الرؤية الاستراتيجية، القانون الإداري إلى غير ذلك، غايات نظام التربية والتكوين، الحياة المدرسية والمناهج والبرامج المغربية. إذا تابعوا دروس الرياضيات من حيث المعارف ومن حيث ديداكتيك المادة الخاصة باستعداد مباراة التعليم بالسلك الابتدائي على قناتي على اليوتيوب تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، وكذلك على صفحتي على الفيسبوك تربويات الأستاذ محمد البخاري. إذا في القناة وكذلك في الصفحة على الفيسبوك غادي ننشر على مدار الأسابيع المقبلة إن شاء الله معارف وديداكتيك مادة الرياضيات، يعني كل ما ستحتاجون في مادة الرياضيات باش تكونوا واجدين نهار الامتحان إن شاء الله. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد، كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.